حلوين، كيف حالكم؟ اليوم بدنا نتذكر مع بعض حرف الجيم، كيف طريقة كتابته في أول الكلمة وفي آخر الكلمة. أول شي بدنا نعمل حرف الجيم في نهاية الكلمة، لازم يكون عندنا خط، وإذا كان شوي منحني بيكون أحسن. بعدين نعمل له بطون، تتذكروا؟ هيو. بعدين أهم شي لازم نحط له نقطة، اج جيم، هذا في نهاية الكلمة. وفي بداية الكلمة هلا بدنا نعمله، يلا مع بعض. معجوني شوي سايحة، فأنتوا معجونتكم أكيد أحسن من معجونتي. جيم، حرف الجيم، هيو، خط منحني تحتي نقطة، هذا في بداية الكلمة. أهم شي إيده كمان شوي تكون طويلة حتى يمسك في إيد أصحابه، في بداية الكلمة في نهاية الكلمة. يلا يا حلوين نكمل نعمل حرف الهاء، نسترجع مع بعض أو نستذكر مع بعض حرف الهاء. أهم شي يكون نعمل هذا الشكل أو رقم 8، رقم 8 بالعربي 8. وبعدين شو بدنا نعمل؟ نعمل دائرة صغيرة بالمعجونة، يلا نعمل دائرة بس نحط لها خط. أهم شي هاي الدائرة، وبعدين نمد لها إيدها. كتير حلو، كتير سهل، قلنا 8 دائرة إيد، 8 دائرة إيد، ها ها، ممتاز. هاي في بداية الكلمة. أما في وسط الكلمة، تعالوا نشوف كيف ممكن نكتب في وسط الكلمة. أول شي تذكروا لما قلنا في وسط الكلمة number 18، number 18 بالإنجليش اللي هو 18، هيك كان شكله، مو هيك قلنا؟ 8 18. فإحنا شو بدنا نعمل؟ خلي ال 8 نفس ما هي، number 8 خليها طويلة 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 طويلة، حطهم بالنص، كتير سهلة وحلوة. ها في وسط الكلمة. أما في نهاية الكلمة تعالوا نشوف كيف شكلها. إلها شكلين، ممكن نحكي مثل الكعكة المدورة عادي. تعالوا أفرجيكم كيف رح يكون شكلها. إما بتكون مثل الكعكة المدورة هيك، ما بتكون متصلة في أي حرف، أو في نهاية الكلمة قلنا زي رقم 9، زي رقم 9، هاي رقم 9، بس شو قصته؟ إله إيد، إله إيد، بيمسك فيه الحرف اللي بجنبه، تمام. يعني إحنا لما نيجي نكتبها إيه إيه، ها في نهاية الكلمة. أحسنتم. خلينا نقطمها بطون صغير، هيو، وإله كمان بطون كبير، نصف دائرة صغيرة ونصف دائرة كبيرة، وإله نقطة على رأسه، هذا في نهاية الكلمة. أما في بداية الكلمة تعالوا نشوف، كتير سهل، خلينا نفس ما إحنا على حرف لغ في نهاية الكلمة، كتير بشبهه، بس شو بدنا نعمل؟ مد له إيد، يعني نصف دائرة و إيد، ممتاز. تذكر لما كنا نحكي للبيبي نفس الصوت. تعالوا نشوف في وسط الكلمة،
تتذكروا لما قلنا انه إلها ايدتين وبتمسك من الجهتين؟ تعالوا نشوف، ايد من هون، بعدين قلنا بدنا نرسم مثلث صغير. ايوه ممتاز، ايد مثلث مقلوب، بعدين نعملها كمان ايد هيك عشان تمسك.